السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير على خير وفي احسن الاحوال. الصحه ديالكم مزيان وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده البنات. لاول مره كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناه ديالي، فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد حطيته على القناه ديالي. ومرحبا بالجميع. اليوم البنات غادي نشارك معكم صباغه طبيعيه باللون الاشقر الذهبي، كتعطيكم لون اشقر من اول استعمال وبمكونات اللي طبيعيه وفي تناول الجميع. غندوز باش نحضر معكم هاد الوصفه هادي. بالنسبه للمقادير الوصفه على حسب الكثافه والطول ديال الشعر ديالكم. المقادير اللي غدا نعطيكم دابا: الشعر القصير، البيض راه رائع في ترطيب الشعر وكيعطي واحد اللون رائع للشعر، وكنخلط البيض مزيان كما كتلاحظوا معايا. وهاد الوصفه هذه المكونات ديالها كاملين طبيعيين في متناول الجميع، واهم حاجه ان هاد الوصفه هذه كتعطي واحد النتيجه اللي رائعه. هنا غادي نضيف القرنفل المطحون، معلقه كبيره ديال الكركم او الخرقوم، واذا كان متوفر عندكم الخرقوم البلدي من احسن استعملوا الخرقوم البلدي. الخرقوم البنات او الكركم راه كيعطي لون اشقر للشعر. وغادي نبقى كنخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. البنات اللي الشعر ديالهم حرش، هاد الوصفه هادي راه كترطب الشعر، حيت البيضه البنات راه معروف كيرطب الشعر. وكنبقى كنخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم، وغادي نرجع لعندكم من بعد ما غادي نخلط هاد المكونات مزيان باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. هنا البنات من بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان غادا نضيف تقريبا نصف ملعقة صغيرة ديال القرنفل المطحون كما كتلاحظوا معايا. القرنفل البنات راه كيعطي واحد اللون اللي زويل للشعر، وكنخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. من بعد غادا نضيف معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان. القهوة سريعة الذوبان كتعطي واحد اللون اللي رائع للشعر، وغادا نخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. كما قلت لكم البنات مقادير الوصفة على حسب الكثافة والطول ديال الشعر ديالكم. هنا من بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم غادا نضيف الخل الأبيض تقريبا معلقة صغيرة ديال الخل الأبيض. والخل الأبيض البنات راه كيثبت اللون على الشعر، يعني ما كيخليش اللون يمشي بالزربة من الشعر ديالكم، يعني كيثبت اللون. وغادا نضيف تقريبا معلقة ديال زيت اللوز الحلو. بالنسبة للزيت البنات يمكن لكم تستعملوا اي زيت متوفر عندكم في الدار، الا كان متوفر عندكم زيت جوز الهند او زيت الزيتون، زيت الافوكا، اي زيت متوفر عندكم في الدار تقدروا تستعملوه، ماشي ضروري تستعملوا هذا الزيت هذا اللي استعملت انا. وزيت اللوز الحلو البنات راه رائع في ترطيب الشعر من اول استعمال. بالنسبة لطريقة الاستعمال ديال هاد الوصفة هادي، ضروري البنات قبل ما تستعملوا هاد الوصفة كتغسلوا الشعر ديالكم وكتخليوه حتى ينشف مزيان. من بعد كتدهنوا الشعر ديالكم بهاد الخليط هذا، يعني على الطريقة ديال الصباغة العادية. على الطريقة ديال الصباغة العادية كتصبغوا الشعر ديالكم كامل، ومن بعد كتخليو هاد الوصفه هادي 3 سوايع في الشعر ديالكم وكتغسلوا الشعر ديالكم مزيان. الوصفه البنات كترطب الشعر، كتعطيكم لون اشقر رائع. وهاد الوصفه هادي راه مجربه ومضمونه والنتائج ديالها رائعه، وكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هادي وتستافدوا منها وتعطيكم النتيجه اللي بغيتوا. البنات لاول مره كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناه ديالي، فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد حطيته على القناه ديالي. وما تنساوش تدعموني بلايك باش هاد الفيديو هذا يوصل لاكبر عدد من المشاهدين ويستافدوا منه. ونخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.